سي فغي كيعيطوا عليا الكاستينغ وما قبلتش انني ندوز كاستينغ، ومن حقي اني ما قبلتش ندوز كاستينغ لانه كنت كندير برنامج اللي هو كان الاصل ماشي حتى النسخه اللي عيطوا لي عليها. الحاجه الثانيه هو انه ما يمكنلكش انك يعيطوا لك في اخر دقيقه زعما انت اللي غتصوفي الباطو. المونشيت او لا الناس اللي خدامين في الكونسيبت من الاول، لا منشطين ولا منتجين ولا، خصهم يكونوا عارفين شادين زمام الامور، عارفين فين خدامين. ما يمكنليش نجي انا سيمانه قبل، انا ما عنديش عصا سحريه، سميتي رشيد الادريسي اييه، درت كوميديا اييه، فرحان بها اييه، ولكن ما يمكنش ليا نجي بين نروحها ونشد واحد ليميسيون اللي دارت النسخه الاولانيه ديالها ما فيها ما يتشاف وانا عندي لهم. ما يمكنش امبوسيبل.